الشريف لجمعية التنمية التعاون المدرسي وجمعية الحماية للسلام الوطنية والاهتمام بوزارة الأوقاف. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الهادي بونكين المدير الاقليمي وزاره التربيه الوطنيه بشتوكا اتباها. حنا اليوم في مدرسه ديال بنت امرت في بيبيوغرا للاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية، وهي غير بداية لإعطاء انطلاقة لواحد البرنامج مكثف مع الأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية، اللي واضعين واحد البرنامج سنوي كيمتد عبر 14 أسبوع خلال السنة من أجل التوعية وفي جميع المؤسسات. هذه المؤسسة غير انطلاقة على أساس أن البرنامج هو التوطين ديالو يتم داخل كل مؤسسات الإقليم بجميع الأسلاك ديالها، لأنه هي فرصة لتوعية التلامذ بالسلامة الطرقية وبأخطار الطريق وكيفية الاستعمال ديالها. ومن خلالهم راه كنقيسوا الأسر، لأنه من خلال التلامذ كنقيسوا الأسر، لأنه الفكرة اللي كنوصلوا للأسر كتوصل عن طريق المتعلمين. كنشكر كل الذين ساهموا في إحياء هذا اليوم هذا، وكنشكر الطاقم ديال المؤسسة ديال بنت أمرت والسيد المدير على المجهودات المبذولة واللي كتشكروا كل من ساهم في إعداد وتنظيم هذا الحفل الذي يشكل يوم تحسيسي للتلاميذ بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية تحت شعار من أجل الحياة. الأطر الإدارية والتربوية بمؤسسة مدرسة بنت أمرت تجندت منذ أيام للإعداد والإشراف على كامل على جميع الورشات التي تتضمن 7 ورشات. الورشة الأولى ورشة السلامة الطرقية، الورشة الثانية الوقاية المدنية، الورشة الثالثة الأمن الوطني، الورشة الرابعة الدرك الملكي، الورشة الخامسة خاصة بالرسم والتلوين، الورشة السادسة الأنشودة التربوية، والورشة السابعة والأخيرة خاصة بالأعمال اليدوية اللي عندها علاقة دائما باليوم الوطني للسلامة الطرقية. معكم إبراهيم الناصير رئيس جمعية الحماية للسلامة الطرقية شتوكا إتباها. أولا النشاط اليومي يندرج في إطار تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يستضيف 18 فبراير من كل سنة. بالنسبة لترسيخ مفاهيم السلامة الطرقية لا يجب أن تقتصر على يوم أو شهر من كل سنة، إنما النشاط هو استثمار على الأقل لهذا اليوم هذا من كل سنة لتسليط الضوء ودق ناقوس الخطر للمشكل ديال حوادث السير وحرب الطرق اللي كتعيشها، يعني اللي كتخلف وراءها يعني الموتى والجرحى بالالف. بالنسبه لجمعيه الحماية للسلامة الطرقية وضعنا على عاتقنا باش درنا واحد البرنامج عمل مسطر، ولاجل يعني لاجل الاستمرار في النهج ديالنا، النهج اللي هو التحسيس والتوعيه والتاطير. ان شاء الله يعني نشاط كما لاحظتوا راه نشاط مميز وناجح بكل المقاييس، والشكر موصول لأطر الجمعيه ديالنا ويعني مكتب المسير بصفه عامه، جمعيه الحمايه للسلامه الطرقيه، ويعني جميع الشركاء من اسمي وسامة. نشكر مدرسة بنت أمرت اللي عسكرنا اليوم هذا الوطني. لا راح تعلم من مانيكا سانزيكيز طرقات مانيكا سانز ريح مرة جيلين